اللقاءات اللي التزمنا بها مع المنخرطين ديالنا في خطاب خلال تقديم الرؤية ديالنا اللي سميناها رؤية 2020 رؤية 2020، ومن خلالها أننا تعهدنا أمام منخرطين ديالنا أننا غادي ننظموا واحد المجموعة ديال اللقاءات بواحد المستوى عالي ديال النقاش اللي كتهم واحد المواضيع اللي كتدخل في صلب الاهتمام وفي لي زاكتواليتي ديال المغرب. واليوم واحد ما كيخفى عليه الأهمية ديال هذا المخطط ديال الإقلاع الاقتصادي اللي كيتكلم عليه سيد الوزير، وهذه اليوم فرصة باش تقسمنا أولا الرؤية ديال سيد الوزير في مخطط ديال الإقلاع الاقتصادي، وكذلك تقسمنا معاه شنو الانتظارات ديالو من هاد المسيرين والمدبرين ديال الموارد البشرية، لأن الرأس المال البشري هو اللي في صلب الاهتمام ديال هاد المخطط هذا، وأكد عليه سيد الوزير. وكذلك اليوم هاد المسيرين ديال رأس المال البشري هذه فرصة لهم باش حتى نتقاسموا كذلك الهموم ديالنا وكذلك الإكراهات اللي عندنا باش يمكننا ننجحوا هذا المخطط الاقتصادي. للموارد البشريه بالتنسيق مع الجمعيه ديال خريجي المدرسه ديال الهندسه بون بيزنس سكول، كتشرف باستقبال ديال السي مولاي حفيد العالمي في هذا التيدكس هذا ديال الجيف اللي هضرنا على البرنامج ديال الاقلاع الاقتصادي بالمغرب، المنجزات اللي تحققت بالايجابيات ديالها وبالسلبيات ديالها، وحتى المستقبل كيفاش كيشوفوا شنو هما القطاعات اللي مازال خاصهم برامج ديال التنميه وديال الاقلاع. فاحنا كنعرفوا مولاي حفيد العالمي اولا عنده واحد الرؤيه مستقبليه يعني معروف بها، ثانيا بالصراحه ديالو، وثالثا انه يعني وزير كيعرف بالاهميه ديال الموارد البشريه في تحقيق هذا الاقلاع الاقتصادي اللي كتنشدوا البلاد ديالنا. فاحنا كمهنيين ديال الموارد البشريه فتلقينا هاد الميساج هذا، وكان غادي نديروا المجهودات ديالنا باش ننسقوا مع الدوائر المسؤوله لا في الوزاره ولا في لا سي جو ام، باش يكون هذا التنسيق هذا حول يعني التنميه ديال الموارد البشريه. Thank you.
موسيقى.